العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. وتستند تلك العلاقات إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها الزيارات المتبادلة والعلاقات الأخوية بين قيادات البلدين. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الإمارات في زيارة يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.